ما حكم الحلف بالطلاق سرا؟ وإذا لم يكفر الإنسان عن هذه اليمين فماذا عليه؟ هذا سؤال مجمل. أولا، إن كان قصده بالسر أنه تلفظ به ولم يسمعه أحد فإنه يكون له حكم، أما إذا كان قصده بالسر أنه في نفسه ولم يتلفظ به وإنما هو خاطر في نفسه فهذا لا أثر له، لأن حديث النفس لا أثر له. طيب. فلو نوى طلاق امرأته أو طلقها في نفسه وفي نيته ولم يتلفظ فهذا لا أثر له ولا حكم له. قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. طيب. مجرد حديث النفس هذا لا أثر له. أما الحلف بالطلاق وما يترتب عليه فهذا على تفصيل عند أهل العلم، إن كان قصده مجرد اليمين وليس إيقاع الطلاق، إنما قصده مجرد اليمين للمنع من شيء أو الحث عليه فهذا تلزم فيه كفارة يمين على الصحيح. أما إذا كان قصده إيقاع الطلاق إذا حصل الشيء المعلق عليه فإنه يقع عند الجميع. نعم.